طيب ايه رايك في المنافسه في البطوله؟ اول ماتش ليكوا كسبتوا اول ماتش، شايف فرصكوا ايه في المجموعه ديت انتوا تتاهلوا منها؟ واحنا اولا مش بنبص للمجموعه كقول، احنا بنبتدي ستيب باي ستيب، ماتش باي ماتش بماتش. فاحنا النهارده الحمد لله كسبنا اول ماتش، لسه مش ماشي الفرقه اللي معانا، بس اما احنا مركزين ان شاء الله ان احنا جايين بنلعب على البطوله يعني ان شاء الله. طيب وراضي عن اداء فريقك؟ الكره اللي لعبتوها فريق متفاهم، قدرتوا ان انتوا توصلوا الكره اللي في دماغكم وتلعبوا الكره اللي انتوا متفقين عليها؟ هو طبعا مش رضا 100% على اول ماتش وكده، فيعني الحمد لله النهارده كويسين، كسبنا 6. مش مهم المكسب كام بالظبط، بس مهم الاداء. فطبعا الحمد لله لعبنا كويس يعني، واللي جاي احسن يعني ان شاء الله. طيب وايه رايك في تنظيم البطوله، الملاعب، دخول اللاعبين، الكيتس اللي اتعملت، كل حاجه من الكلام ده، ايه رايك او راضي بنسبه قد ايه عن تنظيم البطوله واداء البطوله؟ هو طبعا البطوله تنظيمها كويس جدا، احنا بقالنا كتير بنخش في بطولات وبننظم بطولات، لا لغايه دلوقتي ما شاء الله تنظيم كويس جدا، ودي حاجه كويسه يعني، شجعت الشركه عندنا ان احنا نبارتيسيبيت في التورنمنت يعني. طيب شايف حظوظكم ان انتم ممكن توصلوا للنهائي او تكسبوا البطوله؟ احنا زي ما قلت لك احنا مش بنبص للفاينل، هنلعب زي ماتشات كاس، فاحنا اول ماتش النهارده خلاص الحمد لله، هنبص على ماتش بكره، ربنا يكرم ان شاء الله ماتش بكره، هنبص على الماتش اللي بعده، واخدنا ستيب باي ستيب، بس احنا جايين عشان خاطر نكسب البطوله في الاخر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لي مين جه يشجعكم النهارده؟ جبتوا معاكم اهلكم؟ كان معاكم اولادكم ولا اصحابكم ولا مين جه معاكم النهارده؟ احنا جه معانا شويه من البيرنتس بتوعنا يعني، بس طبعا برده بنشوف الاجواء اول يوم، المفروض من بكره ان شاء الله الموضوع يبقى احسن يعني ان شاء الله. شايف الانجيجمنت للاطفال، الاطفال لعبت ميني ماتش كده مع بعض، حاجه ممكن تكون مسليه لو جبت اولادك او حاجه، شايف دي خطوه حلوه ولا ايه؟ لا طبعا دي حاجه كويسه جدا، بتشجعني ان انا المره الجايه مثلا اجيب ابني او بنتي، الاجواء ظريفه ويعني اجواء كويسه جدا، ان احنا جو اسري يعني. طيب متشكر جدا، متشكر جدا.